أقر مجلس الوزراء اليوم نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، نظام يشمل 26 مادة توفر الحماية لتعاملات هذه التجارة لحفظ حقوق التاجر والمتسوق بإشراف من وزارة التجارة والاستثمار. التفاصيل مشاهدينا عن هذا النظام تطلعنا عليها غوى. نعم عبد العزيز، إذن سنتابع مشاهدينا في هذا النظام الجديد الذي يشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تجري إلكترونيا من بيع أو تبادل المنتجات والخدمات، وأيضا الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. هو يعزز إذن سبل التواصل مع المتاجر الإلكترونية الأخرى من خلال الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة، ويلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة. ويشترط النظام الجديد أيضا بيان خصائص للسلع والخدمات المعروضة، ويلزم موفريها بتقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح الأحكام والشروط والإجراءات الواجب اتباعها وتفاصيل الأسعار، هذا بالإضافة إلى معلومات أخرى كترتيبة الدفع أو التسليم أو التنفيذ أو الضمان وغيرها. في المقابل أيضا هذا البرنامج يحمي نظام التجارة الإلكترونية بيانات المتسوق الشخصية، ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، ويعطي أيضا المستهلك حق استرجاع المنتج هذا خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة ما عدا حالات معينة بالطبع، وأيضا يمكنه من إلغاء عملية الشراء هذا في حال تأخير التسليم أو التنفيذ عن 15 يوما. ينظم أيضا مشاهدينا القانون الجديد سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة من خلال إزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه. وتمت التوصية بتشكيل لجنة أو أكثر للنظر في هذه المخالفات وسن العقوبات التي تتراوح بين إنذار وإيقاف مزاولة النشاط بشكل دائم، أيضا بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد تصل إلى 1,000,000 ريال، ونشر العقوبة في الصحف المحلية أو وسائل أخرى قد تكون مناسبة. على كل، نتابع أكثر في هذا الموضوع معك عبد العزيز ومعك ضيفنا. تفضل. بالطبع، شكرا لك غوى. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار الأستاذ عبد الرحمن الحسين. أهلا بك معنا في البداية أستاذ عبد الرحمن، لو تحدثنا بشكل أكبر عن هذا النظام الجديد. أهلا بك وحياك الله، وشكر لإم بي سي دائما لاهتمامها بما يتعلق بالتجارة والاستثمار. هذا النظام اليوم يعني هو مرحلة تاريخية جديدة في مسيرة التجارة والاستثمار في وطننا الحبيب، وهو إحدى ثمار رؤية 2030 المباركة، بدأنا نلمسها ونجني ثمارها ولله الحمد. هذا النظام، نظام التجارة الإلكترونية اليوم، يعني هو مكتسب هام جدا وحقيقي للاقتصاد الوطني. أهدافه تقريبا هي 3 أهداف: تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، توفير الحماية اللازمة للمستهلك والمتسوق الإلكتروني من الغش ومن الخداع ومن التضليل. طيب. الهدف الثالث لهذا النظام تحفيز الأنشطة الخاصة بالتجارة الإلكترونية وتطويرها حتى تصبح أكثر موثوقية وتدعم وتعزز الاقتصاد الوطني. طيب، راح نتكلم عن ثلاثة، عن الأهداف هذه الثلاثة أستاذ عبد الرحمن، لكن خليني أبدأ معك عن الجانب الاقتصادي. ذكرت أنه له جانب اقتصادي، كيف راح يكون هذا الموضوع؟ طبعا ما يخفاكم انه حجم التعاملات الماليه للتجاره الالكترونيه في العالم 30 تريليون دولار. في المملكه في عام 2018 80 مليار ريال. المملكه من اعلى 10 دول في العالم نمو في التجاره الالكترونيه. كل ما منحنا هذه السوق امان، كل ما منحناها تعزيز وتحفيز، كل ما منحناها اكثر موثوقيه، احنا استطعنا تطويرها، استطعنا نصنع فرص عمل، استطعنا ندعم رواد الاعمال، استطعنا ندعم المنشآت الصغيره والمتوسطه، استطعنا نجعل هذه السوق واعده ومحفزه وتكون اكثر موثوقيه واكثر انتاجيه، تصبح سوق واعده للمنشآت الصغيره والمتوسطه، ينتج فيها الفرد وتوظف ايضا عدد من الافراد، وتكون يعني سوق واعده وجاذبه حتى للاستثمارات الاجنبيه وليست فقط للمنتجات والمتاجر المحلية. طيب، فيما ذكرته عن الحماية، كيف راح يحمي هذا النظام المستهلك والتاجر أيضا؟ طبعا أحكام هذا النظام جاءت كلها في تعزيز الثقة. ما يخفاكم قبل هذا النظام ما كان في ثقة بين المستهلك وبين المتجر الإلكتروني. عدد من المشاكل اللي تم رصدها في البلاغات اللي توصلنا في الوزارة
سلع ومنتجات وخدمات توصل غير متكاملة ناقصة، أحيانا فيها غش، فيها خداع، فيها منتجات مقلدة، إضافة إلى الشكاوى التي تتعلق بخدمات ما بعد البيع. أحكام النظام هذا ولله الحمد جاءت وفق أفضل الممارسات العالمية بعد دراسة الأنظمة المماثلة في أمريكا، في دول الاتحاد الأوروبي، والاستئناس بالمنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة وغيرها بالمنظمات. أول أحكام هذا النظام اللي تعزز وتحمي المستهلك الإفصاح. الإفصاح كان مفقود في فترة ماضية حقيقة في سوق التجارة الإلكترونية، الآن أصبح الإفصاح أحد أهم الركائز في هذا النظام. الإفصاح عن بيانات المتجر والتواصل معه وخصائصه وبيانات السلعة أو حتى بيانات الخدمة. الإضافة النوعية في هذا النظام أنه الممارس للتجارة أضيف إلى التاجر، يعني حتى اللي ما عنده سجل تجاري أضيف أيضا إلى هذا النظام، فأصبح يشمل الممارس 32 ألف متجر في معروف ستدخل بعد 90 يوم في أحكام هذا النظام، لأنه أصبح يسري عليها في كافة مواده. أيضا من أحكام النظام تنظيم الإعلانات التجارية، مصداقية الإعلان، اسم المنتج والتاجر، منع الادعاء والتضليل. هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الرحمن، واسمح لي أني أقاطعك فيها، لأنه يعني تكثر الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي والجميع يرى هالشيء، وفي مخالفات كثيرة، كيف النظام راح يعني ينظم العملية هذه؟ طبعا من أهم أحكام النظام تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية، شدد على وجوب المصداقية في الإعلان، شدد على وجوب أن يكون المنتج أو السلعة مرخص، أن تكون الخدمة مرخصة، منع الادعاء أو التضليل الزائف، منع خداع المستهلك، منع الإعلان عن أي سلعة مقلدة أو مغشوشة، منع الإعلان عن أي سلعة مخالفة للمواصفات والمقاييس. مخالفة أي من أحكام هذا النظام هي تعرض من يقوم بالمخالفة إلى العقوبات التي نص عليها النظام، 1,000,000 ريال غرامة، أيضا إيقاف النشاط وحجب الموقع إن كان له موقع. العقوبات، النظام خول اللجنة التي سيشكلها وزير التجارة والاستثمار بإيقاع هذه العقوبات على المخالفين. جميل، إذن أخيراً خلني أسألك عن التطوير اللي ذكرته من خلال الأهداف الثلاثة لهذا النظام باختصار شديد. باختصار شديد يعني أود أن أركز على حقين كانت أكثر الشكاوى تصلنا في وزارة التجارة في التجارة الإلكترونية في هذين الموضوعين. الموضوع الأول الاسترجاع كان مفقود، وليس هناك يعني تعامل أو نص قانوني ينص على حق المستهلك في الاسترجاع. النظام نص ونظم هذا الحق، أنه يحق للمستهلك استرجاع السلعة خلال 7 أيام فيما عدا بعض الحالات المنصوص عليها. أيضا فيما يتعلق بتأخر استلام المنتج، وهذه مشكلة يعاني منها الكثير في التعامل مع المتاجر الإلكترونية، نص هذا النظام على أنه خلال 15 يوم إذا لم يصلك المنتج فإنه من حقك إلغاء عملية البيع وإعادة الأموال إلى المستهلك الذي شراها. المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار الأستاذ عبد الرحمن الحسين، شكرا جزيلا لك على كل ما ذكرته لنا عن هذا النظام الجديد، وبالتوفيق بالتأكيد لكم في تطبيقه.